نرصد الوضع في منطقة أسني في ضواحي مراكش مع مراسلنا عزيز فتحي الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك. عزيز، إليك. التقرير كان مفصلا وأوضح كيف أن الإجراءات تتخذ أكثر من اتجاه ومنحى. على مستوى الطبي والصحي يتم استمرار إغاثة الضحايا، نتحدث عن عشرات المصابين تحت العناية المركزة، عن أزيد من 1000 مصاب إصابتهم خطيرة، وعن 3000 قتيل، أو حوالي بالأحرى 3000 قتيل وأكثر من 6000 جريح. نصف هذا العدد من القتلى والجرحى يتمركز بإقليم الحوز حيث بؤرة إيغيل، وأكثر الدوائر المتضررة في هذا الإقليم دائرة أمزميز ودائرة أسني حيث نقف. داخل هذه الدائرة، دائرة أسني، هنالك مخيم عسكري ميداني طبي جراحي يقدم الأدوية والفحوصات وبالأشعة، ويقدم الخدمات الصحية مختلفة حسب التخصصات المطلوبة وصولا إلى عمليات جراحية دقيقة. داخل هذه الدائرة أيضا يوجد مخيم عسكري يضم مئات الأسر ويتم إيواؤهم بشكل نموذجي. هنالك إطعام ووحدات طبية ومرافق صحية وفق نموذج تعمم بالإقليم الحوز داخل دائرة أمزميز كذلك، وداخل أقاليم أخرى كتارودانت. ويمكن الحديث عن مخيمات يتم انتشارها بشكل عشوائي في الأحياء والساحات كما هو الحال. بالنسبة للصورة خلفي، فهذه الخيام التي تظهر ليست بتلك المقومات التي تتوفر عليها المخيمات النموذجية. هنالك وفرة للطعام إلى حد الساعة والغطاء والأفرشة وهذه الخيام من هذا النوع، لكن يتخوف السكان الأهالي من القادم من الأيام والأسابيع، لأن درجة الحرارة تنخفض بشكل قياسي في هذه المناطق وتهطل الثلوج في بعض المناطق وخاصة في إقليم أزيلال وتارودانت وبعض الأعالي الجبال في هذا الإقليم إقليم الحوز. تنخفض درجة الحرارة إلى ما أقل من الصفر، ويتخوفون كذلك من المياه التي يمكن أن تؤذي الأفرشة ولا توفر الشروط الحد الأدنى من شروط العيش في القادم من الأيام. لكن في أن نتحدث عن هذه العملية المؤقتة، عملية الإيواء المؤقت الاستثنائي، وإلا فإن الحكومة بتعليمات ملكية تباشر إجراءات الإحصاء والحصر المباني التي تضررت بشكل كامل، وسيتم تعويض هؤلاء بمبالغ متفاوتة حسب درجة الضرر. شكرا عزيز فتحي مراسلنا من مراكش. أما الآن فينضم إلينا كذلك من مراكش الصحفي مرشد الدراجي. سيد مرشد، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني كما تابعنا في التقارير، يعني المناطق المنكوبة تحاول يعني لملمة يعني جراحها كما يقولون، بدأت الحياة تعود تدريجيا في عدد من هذه المناطق، ولكن أود أن أسألك عن كيف رصدت الترتيبات المتخذة في ظل التحديات التي تابعناها مثل انخفاض درجات الحرارة وغيرها من العوامل التي قد تشكل تحديا في هذه المرحلة؟ أهلا وسهلا. هنا على مستوى التدابير، هناك مجموعة من الإجراءات تتخذ على أكثر من مستوى بتعليمات ملكية سامية. بطبيعة الحال هنالك إجراءات شرعت السلطات المحلية بعين المكان، سواء بإقليم الحوز أو هنا بمدينة مراكش في تطبيقها. بدأت هناك لجان تقنية تخرج لكي تحصي الخسائر وتحدد طبيعة الأضرار التي لحقت كل مزين على حدة. بطبيعة الحال من المعلوم أن بلاغ الديوان الملكي أعلن على أن هنالك تخصيص مبالغ مالية مهمة بالنسبة للدور التي تهدمت بشكل كلي حوالي 14000 دولار. سيتم إعطاء دفعات لمن أولئك الذين هنالك مبالغ مهمة خصصت لمن تهدمت دورهم جزئيا، إضافة وهذا مهم جدا إلى دعم سنوي حوالي 250 دولار لكل أسرة على مدى سنة. الحياة هنا في مدينة مراكش كما في إقليم الحوز بدأت، صح التعبير، مراكش تنهض من جديد وبدأت تنفض غبارها لاستقبال مزيد من السياح. أنا أتواجد خلفي أحد المعالم السياحية المشهورة هنا بمدينة مراكش، وكما ترون خلفي أن هناك عدد كبير من السياح يقصدونها يوميا، كأن الأمر جد عادي. إضافة كذلك إلى الإعلان الذي أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي يوم أمس أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي ستعقد في وقتها وعلى مدى 6 أيام، سيحضر حوالي 14000 مشارك من 190 بلد.
وبالتالي فالحياة طبيعية والأمور تسير بشكل طبيعي جدا، ويمكن القول أن مراكش نهضت يعني من جديد وتحاول. هذا ما يحدث تحديدا في مدينة مراكش التي هي مدينة بطبيعة الحال كبيرة، ولكن ماذا عن الضواحي، عن المناطق الجبلية حيث هنالك طبعا طبيعة وعرة فيها؟ إلى أي مدى سيشكل ذلك تحديا في مسار إعادة الأعمار؟ كما ذكرت في السابق هنالك لجان تقنية ستخرج إلى مختلف الدواوير، مختلف الجماعات حتى الجماعات النائية، لتحديد طبيعة الأضرار التي لاحقت كل دار على حدة. ولكن بالموازاة مع ذلك هناك إجراءات استعجالية تم اتخاذها من قبل إعادة الإيواء عدد كبير من المؤسسات انخرطت في 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 هذا الأمر، المؤسسات المدنية، مؤسسات عسكرية، أذكر هنا بالقوات المسلحة الملكية التي نصبت خياما في مختلف المناطق النائية، تم تشكيل تجهيزها بمطابخ في عين المكان، مخابز في عين المكان. اليوم نتحدث عن إطعام وإيواء في كل مخيم حوالي 3000 شخص بثلاث وجبات الفطور الغداء والعشاء، إضافة كذلك إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي باشرت هي الأخرى وتواصل عملية إرسال المساعدات إلى وحتى المناطق النائية. مؤكد كذلك أن عملية البحث عن الضحايا لا زالت مستمرة، خصوصا في الدوائر التي لم يتصل إليها بعد، لم تفتح إليها الطريق على اعتبار وعرض المسارك واعتبار كذلك مخلفات الزلازل التي لا زالت القوات المسلحة الملكية بمعداتها الثقيلة تحاول البحث عن المنافذ الإسرائيلية. لكن هنالك وسائل تقليدية تم استعمالها، هناك فرق الدرك الملكي، فرق قوات بواسطة الخيول تصل إلى أبعد نقطة. ناهيك كذلك على المجهودات التي قامت بها مختلف شرائح المجتمع المدني ومبادرة الشخصية التي قام بها المواطنين. شكرا لك من مراكش الصحفي مرشد الدراجي على هذه الإحاطة.